صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة. وقالت الرئاسة في بيان إن التعديل سيسمح لبنك الجزائر المركزي بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار. وأضاف البيان أن هذا النمط من التمويل الاستثنائي الذي سيتم إرساؤه لمدة 5 سنوات سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية. وتواجه الجزائر ضغوطا مالية بسبب هبوط أسعار النفط، وتتوقع عجزا في الموازنة يصل إلى 8% خلال العام الجاري، يتزامن مع فشل تطبيق الإصلاحات وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز. وللمزيد حول هذا الموضوع يحدثنا الخبير الاقتصادي إسماعيل لاماس من الجزائر، حاوره الزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. كما هو معلوم الجزائر تمر بأزمة سيولة خانقة. اليوم نتكلم على البحث عن طرق تمويل بطريقة النون كونفونسيونيل، يعني غير تقليدي. هذه أحد الوسائل اللي قد تستعمل من أجل تغطية العجز في الميزانية في الجزائر. فالطرق التمويل غير تقليدي هذا يعني بأن على البنك المركزي أن يخلق لنا كمية يعني جديدة من العملة لتسمح كذلك للخزينة العمومية الاقتران مباشرة من البنك المركزي من أجل معالجة العجز في الميزانية وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار الفني، وكذلك معالجة بعض الديون. لا يمكن أن يكون يعني تكون الوسيلة الوحيدة في هذه الظروف. على الحكومة أن تعمل كل الطرق وتعالج النقاط السوداء اللي راهي في بعض النصوص والقوانين اللي جمدت وعرقلت المسار الاقتصادي، منها قانون الاستثمار، قانون التجاري الى اخره، حتى هذا القانون الوسيط الرموني للكريدي اللي يعني في الحقيقه هناك نقاط سوداء عديده اللي عرقلت تطوير مشروع التنموي في الجزائر. كما قلت انا في عده بلاطوات وين حكومه يحيى عليها ان تجيب بمشروع ذو يعني شقان. الشق الاول هو مشروع لمعالجه الاخطاء العديده اللي قامت بها بعض الحكومات السابقه. الشق الثاني هو مشروع بناء اقتصاد مبني على معالم صلبه متينه اللي تسمح لنا يعني باش نخرجوا ونبتعدوا من الري البترولي ونروحوا الى التنويع الاقتصادي الحقيقي.